بسم الله الرحيم. هنكمل بقية المحاضرة. نتكلم دلوقتي على اللي هو الريفراكتيف ميديا الاي، قلنا فيهم أربعة، اللي هو الكورنيا، الإيكوس هيومر، الاي لينز، والفيتروس هيومر. هنتكلم عن كل واحد بالتفصيل. الكورنيا اللي هي القرنية، تعال كده نشوف الكورنيا. طبعا كلام عادي جدا، طبعا بتشكل اللي هي قلنا 1/6 من الاوتر فايبرس لير او من الجلوب يعني، او من الاي بول وول، وهي ترانسبيرنت، وقلنا عامله زي مين؟ زي الواتش جلاس لايك ستراكشر. طيب وهي تظهر كونفكس لينز، ماشي. طيب مويست وتير، يعني مرتبة بإيه؟ بالدموع. طيب عظيم. طيب المهم الـ هي طبعا الكورنة دي من قدام، من فرونت، متغطية بطبقة من اللي هو الدموع، اللي قلناها تير فيلم. ورا في السيريور بتاع الكورنة بنلاقي فيه اللي هو الانتيريور شامبر، اللي هي مليانة بسائل اسمه ايكوس. طيب الكورنيا من ضمن بقى الحاجات الجميلة فيها، الميزة سبحان الله، ان هي اي فاسكولار ستراكشر. ايه يعني اي فاسكولار ستراكشر؟ يعني ملهاش بلاد فيسل. هتقول لي طيب ماشي، طب ما هي تشو، امال بتاخد الاكسجين والنيوترينت منين؟ بتاخدهم من قدام، الاكسجين من قدام مثلا من التيرز، ممكن تاخده برضه منين؟ من الايكوس. هتقول لي طب والجلوكوز والحاجات التانيه ديت، عشان تعمل لازم تعمل ميتابوليزم طبعا، عشان تشجع البامب اللي بتتم عن طريق بالذات الإبيثيليوم أو الإندوثيليوم، بس هي طبعاً البامب من اللي بتبقى عن طريق الإندوثيليوم لاير. عظيم. المهم بتاخد بقى الجلوكوز والأكسجين والحاجات دي من ديفيوجن، من المنطقة اللي هي منطقة الليمبس. هي أصلاً لا ما فيهاش لا بلاد فيسلز ولا الليمفاتيك كمان، ودي ميزة من عند ربنا. قال لك شو بقى الحاجة الجميلة، دايماً دلوقتي للأسف عمليات اللي هي الكورنر ترانسبلانتيشن، عمليه الزرع للقرنيه دي كتير، لان القرنيه دي يا شباب لو باظت، الكورنر لو باظت خلاص انسى، هيحصل بلايندنس. فبيحصل عمليه زرع للقرنيه، حتى لما واحد يجي يتوفى يقول لك والله انا هتبرع بمين؟ بالكورنيا تحتي. طب ليه بقى الترانسبلانتيشن بتاع الكورنيا ليه مش زي الكدني مثلا؟ الرينال بيعمل حاجه اسمها ريجكشن. قال لك طب ما هي ما فيهاش بلاد فيسلز ولا الليمفاتيك، وبالتالي مش هيحصل حاجه اسمها اميون ريسبونس، يعني مش هيبقى فيه اللي هو الانتي بوديز بقى والتي ليمفوسايت، الحاجات الجميله اللي احنا خدناها في الاميونتي السنه اللي فاتت. فعشان كده عمليه الكورنيال ترانسبلانتيشن بتبقى سيف جدا، وتتم طبعا بين ديفرنت بيرسونز او ديفرنت انديفيدوالز، يعني مش شرط بقى يبقى ياخد واحد محتاج قرنيه ياخدها من ابوه من اخوه كذا، لا لا شرط. المهم طيب طب هل هي الكورني سنسيف؟ طبعا سنسيف، لانها في تحتوي على نيرف اندنج من الاوفتالميك برانش بتاع الترايجيمنال، وده بينقلك طبعا الاحساس بالبين وكذا، برضه من نعم ربنا ان هو يعني الكورن ما فيهاش تاتش ريسبتورز كتيره، عشان كده ده بتمكن الناس انها تلبس مين؟ اللي هي الكونتاكت لينز، اللي هي العدسات الايه؟ لينز، العدسات اللي هي اللاصقه. طيب عظيم. شفنا دلوقتي مميزات الكورنيا بسرعه كده، ان هي ترانسبيرنت، وهي تشير كانها كونفكس لينز، القوه بتاعتها الباور بتاعها 40 دايوبتر، وهي اي فاسكولار ستراكشر. طيب بتحتاج الاكسجين والنيوترينت منين؟ او قصدي اوبتين تحصل ازاي؟ عن طريق الديفيوجن من اللي فاتت او الكابيلز اللي قاعده فين؟ في منطقه اسمها الليمبس. عظيم. طيب نيجي بعد كده الهيستولوجي بتاع الكورنيا، لك القرنيه بتاخدوها طبعا المفروض في الهيستولوجي 5 لايرز. عندك اوتر ايبيثيليوم في انر اندوثيليوم، يعني انت عندك ايبيثيليوم فوق اندوثيليوم تحت، في ممبرين تحت الايه؟ الإبيثيليوم، في ممبرين فوق الايه؟ اندوثيليوم. ده اسمه وومنز، ده اسمه مين؟ ده اسمه ممبرين. هتقول طب ما انا هتلخبط، ده البدايه بي حرف البي، النهايه حرف البي. المهم
بومنز ديسمت. طيب ما بين بقى الايه الاثنين ميمبرين او الاثنين ابيثيليا في الاستروما، الاستروما دي هي دي المين لير اسمها سبستانشيا بروبريا، عباره عن ملي من كولاجين، مين كولاجين فايبرز. عظيم. طيب ال تعالى نيجي بقى على موضوع جميل جدا. يقول لك ال 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 الستروما دي تقريبا الووتر كونتنت بتاع ما الستروما هي المين لير بتاع الكورنيا. الكورنيا يعني محتواه من الميه 80%، المفروض لا تزيد عن كده ولا تقل. هتقل هيبقى دي هايدريشن، هتزيد قوي يبقى هايدريشن اوفر هايدريشن، ممكن تعمل اديمه اسمها كورنيا الاديمه. فازاي بقى؟ قال لك والله بنحافظ على الميه دي عن طريق الكوليبيوم، اتزان ما بين عمليتين، عمليه الهايدريشن وعمليه الديهايدريشن. اذا في الاثنين بيتموا على يعني قدم وساق، والاثنين بيحصل لو طبعا لو حصل خلل في الكورنيال ديهايدريشن طبعا هيحصل كورنيال إديما، هتبقى مشكله. طيب ففي بالانس ما بينهم، الاثنين بيساووا بعض بحيث ان نحافظ على الكورنيا هايدريتد بنسبه 80%. طب الكورنيال هايدريشن ده بيتم ازاي؟ ربنا خالق التشت بالكولاجين فايبر في موليكيولز اسمها جاكس اللي هي جلايكوزامين وجلايكان. الجلايكوزامين وجلايكان دي تحتوي بتحفظ لها نيجاتيف شارج. هو في كلام تاني كده حاجه اسمها سويلنج بريشر، مش عايز انا اتوهكم في حكايه السويلنج بريشر ده. المهم خلينا في الكلام العادي. قال لك والله الجاكس ديت اللي هي الجلايكوزامين وجلايكان تحتوي على نيجاتيف شارج. عظيم. طيب فبتعمل اتراكشن لمين؟ للصوديوم اللي هو موجود برضه جواها. فنتيجه الجلايكوزامين وجلايكان الاتشن البايند مع الصوديوم ده بيخلق اوزموتيك افكت، يقوم يشفط مين؟ الميه. يشفط الميه منين بقى؟ من اللي حواليه. ممكن يشفط الميه من اللي تحت منه، من الاكواس، من الليمفاتيك اللي هي في الليمبس او الكابيلرز اللي في الليمبس. المهم فده هيعمل ديفيوجن لمين؟ للووتر، يعني الميه هتدخل. طب احنا عايزين مين؟ نخرج الميه. هنخرجها الميه ازاي؟ قال لك الابيثيليا بقى، الاثنين ابيثيليا قلنا اللي هو ستراتفايز كومس ابيثيليوم واللي هو السيمبلس كومس ابيثيليوم اللي هو الانثيليوم يعني. ده انتيريور ده بوستيريور، الاثنين بيعملوا حاجه اسمها بيمتلكوا حاجه اسمها صوديوم بامب. بيعملوا بامب للصوديوم. طب لما يطردوا الصوديوم اينما قلنا زي ما ذهب الصوديوم يذهب معه مين؟ ماء. فلما الصوديوم يطلع بره يعني ينطرد للدموع او لجوه فيسحب معاه مين؟ يسحب معاه ميه عن طريق الاوزموس. يعني في ميه بتدخل للكورنيا وفي ميه بتطلع من الكورنيا، الاثنين بتعمل. بيقول لك بقى طبعا في لما الانسان بيموت خلاص ما فيش بقى البامب دي بتقف. فايه اللي بيحصل بقى؟ تبتدي الكورنيا تتعبى، تتملى بمين؟ بالميه، ويبقى شكلها مين؟ شكلها كلاودي يعني مغيمه. ده فعلا بيحصل. وحتى انت لما تروح اللي يقول لك بقى عشان تشتري مش عارف السمك، تعرف مني السمك ده لسه جاي فريش او لسه او بقى له فتره ميت، بقى له فتره طويله، يقول لك بص على العين بتاع السمك شوف هي هل هي مغيمه كده ولا بتضرب ولا بتلمع او كده. مش هنشتغل بقى السمك علشان ونفتكر زميلنا ربنا يشفيه الدكتور احمد الباس. عظيم. نروح بعد كده لسؤالين مهمين جدا ليه كتير في الامتحانات. ايه الكوزز اوف ترانسبيرنس اوف ذا كورنيا؟ ايه الفانكشن اوف ذا كورنيا؟ ليه الكورنيا اصلا ترانسبيرنس شفافه؟ لعده اسباب زي ما انت شايف واضحه خالص اهي. ريجولار ارينجمنت اوف كولاجين فايبر في الستروما او السبستانشيا بروبر. دي حاجه. الريفراكتيف اندكس بتاع الكولاجين لايرز دي او فايبرز والسبيس بتوين كلها برضه نفس الوحده، يعني الريفراكتيف اندكس واحد بتاع اللايرز بتاعت مين؟ اللي هي السبستانشيا بروبرا او الاستروما. وبالتالي اللايت لما يدخل جوه الكورنيا لا يعني لا ينحرف يمين ولا يسار، يمشي على طول. طيب في كمان عاملين مهمين جدا، غياب البلاد فيسلز وغياب المايلينيتد نيرف فايبر. absence of corneal blood vessels, absence of myelin. myelin دي هتعمل عتامة لو هي myelinated.
انومالي. وكمان ما فيش بلود فيسل، لو في بلود فيسل دي برضه هتمنع الرؤيه، فبالتالي هتبقى نون ترانسبيرنت. والعامل بقى الرئيسي برضه ان في ريلاتيف كورنيال دايليشن، يعني احنا قلنا غلط ان يبقى فيه كورنيال اديما او كورنيال هايدريشن بس. ف ان انا اسحب جزء كبير برضه من الميه بتاع القرنيه ده بيخليها شفافه. طيب ايه الفانكشن اوف ذا كورنيا؟ فانكشن اوف ذا كورنيا اللي هي بتشتغل ك كلها تجميعات بقى كلام، بتشتغل ككونفكس لينس، لا طبعا باور عاليه جدا حوالي 40 دايوبتر. الريجولار كيرفيتشر بتاع القرنيه ده ميزه جميله ان هو بيخلي الايمج تبقى كلير شارب، كلير ايمج تكون على الريترا. كمان الكورنيا بتعمل بروتكشن، احنا قلنا الكورنيا دي تبع مين؟ تبع الفايبرس لاير اللي هو الاوتر فايبرس لاير. طب ازاي بتحمي العين؟ بكذا طريقه، اولا هي سترونج وطاف زي ما قلنا لان فيها كولاجين فايبر كتيره، فبتعمل بروتكشن للانر ديليكيت ستراكشر زي مين؟ زي اللي قلنا السكليرا. طيب كمان الميزه جميله جدا في الكورنيا والاي لينز برضو ان هي بيعملوا ابزوربشن لكميه كبيره قوي من الالترا فايلوت ريز اللي بتاعت موجوده في قمه اشعه الشمس، والالترا فايلوت ريز لو وصلت للريتنا تعمل لها دامج. فمعظم الالترا فايلوت بيحصل لها ابزوربشن عن طريق الكورنيا وعن طريق اللينز، وعشان كده بيحصل بروتكشن للريتنا. طيب الكورنر ريفلكس كمان ان القرنيه لما لو انت عملتها تاتش باي فورين بادي باي حاجه غريبه كده بيحصل حاجه اسمها ريفلكس بلينكينج او ريفلكس شوتنج تو ايز. تعالى كده نشوف ايه هو الكورنر ريفلكس. الكورنر ريفلكس او البلينك ريفلكس سهل جدا والمفروض تشتغلوه في البراكتيكال. ده ريفلكس كلوجر اوف بوث ايز اون تاتشنج الكورنيا وان اي، يعني انت لو عملت تاتش للكورنيا بتاع وان اي هيحصل ريفلكس كلوجر لتو ايز مع بعض ماشي. طب بتعمل تاتش للكورنيا بايه؟ بقى حته قطنه بحته ورقه صغيره كده، طبعا انت بتيجي من ورا الايه؟ من ورا الشخص وتحاول تعمل تاتش للكورنيا، ما تجيش قدامه وتدخلها في عينه هيقفل عينه على طول طبعا. فالمهم طيب ايه الباث واي بتاع الريفلكس؟ ده اي باث واي بيبقى عباره عن حوالي مثلا خمس ست حاجات: الريسبتور، افرين، سنتر، افرين، افكتيف اورجان وريسبونس. الريسبتور كورنر ريفلكس ريسبتور، الافرين ستالميك ديفيجن بتاع التراجين، السنتر مش عارف ايش النيوكليار بتاع التو سايدز عشان كده قلنا التو ايز بيسونكل، الافرين فيشن نيرف افكتور اوربيكلار كلاي، الريسبونس كلوجر بوت اي. تعالى كده ما هي سهله هي عندك اهي موجوده، انت عملت تاتش للكورنيا فالريسبتور حاسس بالستيمولس، الريسبتورز بعد كده وليدت اكشن بوتنشال فين؟ في اللي هو الاخضر ده، الاخضر ده اللي هو مين يا شباب؟ ده اللي هو الترايجيمنال اللي هو الاوفتالميك برانش بتاع الترايجيمنال. طيب راح لمين؟ الترايجيمنال نيوكلاس بعتت لمين؟ عن طريق انتر نيرونز للسنتر، السنتر اللي هو الفيشيال موتور نيوكلياي بتوصل، بعتت اشارات عن طريق الايفرنت اللي هو الفيشيال نير، راح عمل سبلاي لمين؟ اوربيكولار اكراي ماسلز، عمل دايركت كونتراكشن خلاص شاطنج مين في الاي. ده بنسميه كورنيال بلينك ريفلكس. طب هل له اهميه؟ طبعا احنا قلنا بيعمل بروتكشن للاي، ولكن هو له اهميه كبيره كلينيكال بقى بالنسبه لل بنعرف منه هل اوفثالميك ديفيجن ده سليم ولا في مشكله؟ فقال لك ده تيست في الانتجريتي بتاع الاوفثالميك ديفيجن بتاع التراجين. كمان الدكاتره بتوع الانستيزيا بيستخدموا التيست ده علشان يفرقوا ما بين مرحلتين كده، مرحله عاديه اسمها السكند ستيج والفور ستيج. فور ستيج دي مرحله دنجرس يعني العيان هيموت، بيبقى الانستيزيا تعمل مشاكل في البرين ستيم. المهم المرحله الثانيه دي السكند دي هناخدها بعدين ان شاء الله. فالسكند ستيج بتاع الانستيزيا بيبقى البوبل دايليتد، والفورث ستيج المفروض احنا ما نوصلهاش اصلا كدكتور بتاع الانستيزيا في الفورث بيبقى في برضه بيوبل دايليتيشن. طب افرض
الدكتور بتاع الانستيزيا فتح العين بتاع قصدي العمل عملت شاف البيوبل بتاع المريض دوت لها دايليتد، هو مش عارف طب هل هي في السكند هل هي في الفورس. بنعرفها ازاي؟ من الكورنر ريفلكس. الكورنر ريفلكس ده بيبقى موجود في المرحله الثانيه بريزنت يعني بيحصل يعني، بينما ابسنت في المرحله الرابعه، دي هنشرحها بعدين ان شاء الله. ماشي، شكرا جزيلا.